حجم الدخل والنمو اللي حققه النفط اكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والاربعينات. فكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي اكثر ما كنا نطمح عليه يعني مئات المرات. فولد انطباع بانه النفط سوف يتكفل. السلام عليكم ورحمه الله. لقاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان على مجموعه من القنوات بحوار أكثر من رائع، بيتكلم عن المملكة 2030 وماذا حققت. أنا مصري مقيم في الرياض في المملكة العربية السعودية، استمعت للقاء ده أكثر من مرة، وكلمتي هذه ليست فقط مجرد تحية لسمو الأمير محمد بن سلمان، ولكن عايز أقول كان لقاء ممتعا، عبقريا، رقميا، مرقما، واضح المعالم، قادر على رسم خريطة غير عادية للمستقبل. كلامه كله مليء بالإحصاءات، بالاستاتستيك، بالإنسايتس، بالإنديكيتورز، بالمؤشرات. كلام مش مطمئن بالطريقة التقليدية أو الطريقة الكلاسيكية، ولكنه كلام فعلا يؤكد الأمان والضمان لكل من هو يعيش على أرض هذه البلد الطيب أهلها المملكة العربية السعودية. ما استمتعت به في اللقاء محطات كثيرة، لكن واحدة من أبرز وأهم المحطات هي حديثه عن جودة الحياة، عن استقطاب العقول، عن الاستثمار في الموارد البشرية، عن تعظيم رأس المال البشري، عن الفائدة العظيمة اللي ممكن تحصل لدولة بالشباب وعقولهم وقدرتهم، بأنه هو حط النفط في حجمه الطبيعي، لا الاستغناء بالكامل ولا الهدر للموارد ولا الاعتماد الكلي، ولكن قال لك كلمة جميلة جدا، قال لك أنا عايز أستفيد بكل حاجة في المملكة. ولما تسأل على هل أنت في ترتيباتك وفي شغلك لبيئة مختلفة وبيئة مميزة بنتحدث عن مالديف جديدة، قال لك السائح لا يحتاج إلى كابي. هو رجل لا يرى الاستنساخ وسيلة، لا يرى الكابي وسيلة، لا يرى التبعية وسيلة، لا يرى التقليد وسيلة. أنا بدعو كل واحد بيفكر في بيزنس في المملكة، أنا في عملي اي حد بيكلمني في شغل بقول له شفت لقاء سمو الامير محمد بن سلمان، اي حد قاعد وعايش وهيتعامل عن قرب عن بعد اونلاين اوفلاين مع المملكه العربيه السعوديه هو بحاجه ماسه انه يشاهد لقاء سمو الامير محمد بن سلمان. شوف تلقائيته، هو كانه يقرا الماضي والحاضر والمستقبل، وعنده قدره على الربط بينهم. وأنا يهمني كمستثمر أو كصانع فرص أو كمتعامل مع الواقع والميدان في المملكة إيه أكتر من أني ألمس بالأرقام هذه الحقائق المهمة اللي بتوفر لي المعلومات اللي أبني عليها بزنس حقيقي. لما تكلم عن البطالة قال لك إحنا 7% هننزل 10% مستهدفين 7% 20-30 من 4-7% لأن في ناس بتنتقل من إلى. لما اتكلم عن الصحة والتعليم وقال لك مفيش مواطن سعودي هيدفع في الصحة والتعليم وده قرار نهائي، تتكلم عن بيئة، عن ايكو سيستم، انا كوافد يهمني ان انا اعيش داخل هذه الاجواء او اتعامل. انا بكلمكم من مصر دلوقتي على فكرة، انا بقالي 16 شهر بسبب كورونا مستقر في القاهرة وان شاء الله لي عودة بعد العيد، لكن حتى المتعاملين عن بعد في الاونلاين اللي ليه استثمارات داخل المملكة، اللي عايز يعمل استثمار داخل المملكة، ما نشهده وما وصلنا من أرقام وحقائق في هذا اللقاء وغيره وبعد ومعه أعتقد شيء مختلف. لما أتكلم عن الشغف، لما أتكلم عن اختيار القيادات، لما أتكلم عن الصف الثاني في الجهات والوزارات، لما قالك ما فيش عمل هينجز إلا بشغف شخصي لدى المسؤول، لما أتكلم عن إتاحة الفرص، لما أتكلم عن مواضيع كتيرة جدا جدا، أنا اللقاء ده شفته أكتر من مرة وأعتبره هو بمثابة clarifying و purifying، زي توضيح وتنقيح
الضباب وبعض السحب كده اللي خلى كتير من الناس مش عارفة ايه اللي حصل خلال 5 سنين وايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. المملكة العربية السعودية ليس لأني يعني فقط عشت فيها وأعيش وأتعامل مع أهلها، ولكن هي فعلا تثبت أن قدرها وسيظل عربة الجر الأولى في عالم الاقتصاد في عالمنا العربي وحوله. وبهذا الفكر انتظروا المزيد، ولا أنسى ولا يفوتني قبل أن أختم، مصر والمملكة العربية السعودية فعلا حق لهم أن يكونوا جناحي طائر، حق لهم أن يكونوا يعني وجهان لعملة واحدة. والقيادة السياسية في مصر فقهت لهذا المعنى من زمن الزمن، والقيادة الحديثة وقيادتنا الحالية كذلك حريصة على الارتباط عشان التكامل يحصل بين القوتين الشقيقتين المملكة ومصر. يعني أنا كان لازم أقول الكلمتين دول أعبر فيهم، ومهما قلت لا يعني أوفي حق المملكة وأهلها، ولكن اللقاء الثري اكتبوا على اليوتيوب فقط الأمير محمد بن سلمان هيجي لكم تاني أو تالت نتيجة. هذا اللقاء يستحق المشاهدة. أحمد حبيب.